مثلا التعليم لمن؟ التعليم العالي والله ما أذكر، يعني ما مسجلهم التعليم. نصر منو؟ دكتور نبيل. دكتور نبيل أعتقد قريب من الفتح. قريب من الفتح، جيد ممتاز. النقل؟ نقل قريب من الفتح أيضا ممتاز. المالية؟ يعني الأخوة في سارون دائما كانوا يدعموه ويرشحوه المناصب. ممتاز. التربية؟ اتحاد قوى يعني. حلو. هن خبطا عندنا والله، واي ما شاء الله عندنا والله. الاتصالات؟ اتصالات الأخوة في النصر. الأخوة في النصر يعني الكل مشتركة تقريبا. هي تبين من التصويت، مو أني قاعد لي ورا وباوع يا وزير يعني. ممتاز. طنا التغريدة، أنا أحب صراحتك أبو